السلام عليكم خوتي اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وكتقضيوا وقت مزيان مع العائله ديالكم، كومورال ديالكم مزيان في هاد الظروف هذه اللي كنعيشوها صعيبه. يعني على هادشي اللي كنسمعوه كنشوفو يا ربي تلطف بينا وصافي. فحال اللي كتشوفوا انا واحد الحاله كاينه غير هنايا قدامي، يعني في الدار اللي ملصقه فيا فيها، يعني فيها هاد المرض هذا، الله يستر يا ربي. يعني هادشي فريمون قريب مني، هادشي كيزيد يخوف. المهم هادي غادي نبروفيتي في هاد الفيديو هذا، مادام غادي نصور لكم هاد يعني هادشي اللي وقع قريب مني، غادي نبروفيتي وغادي نبارطاجي معاكم شحال تزادوا الحالات مبارح اليوم، ومشحال كاينه يعني كاينه اون توتال، وشحال ديال الوفيات اللي كاينه مبارح اليوم وشحال كاينه اون توتال. المهم نحاول نبارطاجي معاكم شحال كاينه في العنايه المركزه. المهم نحاول نبارطاجي معاكم شدود معلومات اللي وقعوا اليوم في بلجيكا اون توتال. غنبدا لكم مبارح اليوم شحال تزادوا د الحالات. تزادوا 668 حاله غير مبارح اليوم. في ديك 668 حاله كاينه 429 حاله في لندن، و 176 حاله في والوني، و 57 حاله في بروكسل، و 6 ديال الحالات اللي هما ما عرفوهمش مين هما بالضبط. اون توتال كاينه في بلجيكا 4937 حاله. في ديك 4937 حالة كينا 3023 حالة في لندن، 1354 حالة والوني، و 545 حالة كينا هنايا في بروكسل، و 135 حالة انكوني ما عرفوهمش مين هما بالضبط. الناس اللي متوفوا من بارح لليوم يعني في هذا النهار هذا 56 حالة، والمجموع ديال الناس اللي توفاو 178 حاله. يعني اون توتال ماتوا 178 حاله، والناس اللي توفاو 164 حاله عندهم اكثر من 65 سنه، و13 حاله عندهم ما بين 45 سنه من 64 سنه، وكاينه واحد الحاله اللي توفى الله يرحمه 39 سنه، هذاك هو واحد الولد مغربي اللي مات الله يرحمه، اللي سمعت الله اعلم قالوا بان خلى الحاله ديالو تا بزاف، تا بولمون ديالو عيالو عادك عيط، كنسحب له فيه غريب نورمال، يعني ما حتى نورمالمون كيكون باقي صغير، ملي كيكون بنادم باقي صغير كتكون المناعه ديالو قويه، يعني بزاف اللي كيكون السن ديالو باقي صغير يعني كيقدروا يجوزوا هاد المرض وما كيوقع له والو. المهم كاينه بزاف عاوتاني اللي كيتوفوا، بزاف الناس اللي كيتوفاو هما اللي كيكونوا كبارين بزاف، واللي كيكون عندهم مشكله مثلا ازماتيك ولا بروبليم دو ريسبيراتوار، يعني شي حاجه بحال هكذا، واللي كيكون مناعه ديالهم ضعيفه. وكاينه 72 حاله اللي توفوا في والوني، 48 حاله في بروكسل، و58 في فلندر. فحال اللي كتشوفوا دابا هنايا غادي تخرج ديك السيدة اللي مريضة، فحال اللي كتشوفوا دابا غادي تخرج ديك السيدة اللي مصابة، ربي يشفيها. مي بانت لي مرا كبيرة، ربي يشفيها يا ربي. مي فحال اللي كتشوفوا خرجت على رجلها، يعني ماشي هزينها ولا شي حاجة، مي عاملة ماسك وعاملينها حتى هما فحال اللي كتشوفوا لابسين داكشي ديال الوقاية، مي غير جات تخرج بوليس بعدو، يعني مبقاوش واقفين حيت مكانوش عاملين ديك الكمامة وديكشي. الله يشافيها مسكينة، و الله يشافي الجميع، الله يحفظ الجميع من هاد المرض هذا. نورمالمون هنايا في السبيطار عندنا 2152 حالة كتعالج، يعني اللي هما في سبيطار نعسين، ومنهم كاينه 474 حاله في الرعايه المركزه اللي هما الحاله ديالهم غاف، يعني الحاله ديالهم خطيره، و434 حاله اللي دخلوا لوبيتال في هاد 24 ساعه، يعني مبارح اليوم دخلوا 434 حاله، والحمد لله كاينه 115 حاله اللي خرجوا من لوبيتال، يعني اللي تعالجوا وخرجوا بخير وعلى خير. فحال اللي كنسمعوا دابا مؤخرا رجعوا بزاف ديال الناس كيتعالجوا، يعني بزاف ديال الناس كيخرجوا منا سالمين الحمد لله يا ربي.
ربي يتعافوا جميع المصابين من هذا البلاء هذا يا ربي الحبيب، يا هما نصارى يا هما مسلمين، فحال فحال ما بغاو حتى شي واحد يكون في هذا يجي هذا المرض هذا، الله يستر يا ربي. حنا خصنا غير بحال اللي قلتكم فيديو اللي فات، غير نسمعوا اللي كيقولوا الاخبار واللي كيقولنا السلطات، يعني نجلسوا في الدار ولا خرجنا نخرجوا غير الحاجه، المهم هاد الهضره هادي كنظن عيتوا ما تسمعوها. وللاسف يعني بزاف ديال الناس ما بحال اللي شفنا هذه واحد 3 جوغ، المهم الموضوع يعني يكونوا ديجا شفتوه حتى هو 3 جوغ، خرجوا ديك الولاد صغار كانوا عاملين داكشي مزيان في طنجه، الناس في الطيقان بشراجم بالضاب بديك ضو التليفونات ديالهم كيقراو قران بعقلوا النشيد الوطني كيطلبوا الله، حتى واحد ما دار كان مزيان طاحت الشتا في ديك الساعه وخرجوا شي نقدر نقول عليهم سمحوا لي على هاد الهضره جهلاء هجيج بالعربيه، خرجوا من الزنقه ديك العيول باقي صغارين خرجوا وكانت كيغوتوا في الزنقه، وديك التجمع اصلا خطر بزاف خطر بزاف، ما عمش شحال بيهم ماشي في الزنقه جالسين تما الله اكبر الله اكبر، وما داكشي ما يبغي حتى واحد، ما يبغيه لا الله لا عبده، يعني داكشي كيزيد يجيب مرض. ومن بعد ديك الدراري اللي كانوا عاملين ديك اللي ماشيين هذاك الله اكبر الله اكبر، في الاخر عملوا لايف عملوا لايف زعما فرحان حنا مشينا في مظاهره، وهاديك شي اصلا كيجيب مرض، الله يستر يا ربي بنادم ما فاهم شي وما واعي شي غير ماشي في الدنيا وسالم. هادشي ما وقعش غير في طنجه، شفت في سلا شفت فاس فواحد محطه ولاد زيان وش حاجه، الناس عاملين مظاهره قدام محطه بان علاش ما كايناش شي ترن، وما عاملين مظاهره وملصقين بعطيتهم مسقين بعثتهم، يعني فيروس دغيا يعني يقدر يمشي من هذا لهذا لهذا واخر ما يدخل ديال العائله ديالو، يعني داكشي كيمشي بسرعه. شوفوا غير حنا في المغرب يعني كانت في الاول عندنا واحد الحاله جوج ثلاثه، شوف دابا شحال وصلنا الله يستر يا ربي، يعني هادشي كاينه بنادم جاهل ما نقولوش شي مدينه هادي عملات ولا مدينه هادي، يعني يقدر يوقع في اي مدينه في المغرب وعند العرب عامه باسكو بنادم عندنا ما كيفهمش. والحمد لله يا ربي هاد الولاد هادو اللي كانوا عاملين لايف في طنجه تشبروا بحال اللي تشبروا بزاف ديال الناس اللي عاد كيعملوا اشاعات كاذبه، والناس اللي كيقول لك ما كايناش هاد مارس هما تشبروا، يعني باش يكونوا عبره للناس اخرين، يعني مي السلطه تقول واحد الهضره والخبر يقول واحد الهضره، ما تخرجش تينا تقولوا انه هاد الهضره ما كايناش والدنيا هانيه وعملوا فعلوا الا نخرجوا حنايا. وهاد الولاد هادو اللي عملوا لايف كانوا فرحان، يعني بحال اللي عملوا شي انجاز، احنا مشينا مظاهره كورونا ما فهموش باقي الناس ما فهموش للاسف الشديد. ايوا الحمد لله يا ربي سبحان الله هاد المرض هذا بحال اللي عطانا درس بزاف د الحاجات شدنا نعمات كانوا عندنا ما كناش كنشوفوهم، يعني دابا عاد بزاف د الحاجات غادي يتبدلوا في حياتنا مور هادشي، ان شاء الله يبقى لنا غير واحد ذكرى سيئه هاد كورونا، يعني تبقى لنا واحد ذكرى سيئه نبقى نقولوا كانت في واحد العام ديال كورونا صافي ان شاء الله يا ربي، الله يحفظ جميع الناس. فوالا البنات، المهم انا غير بغيت نبارطاجي معكم هاد الحاله هادي اللي وقعت غير قدامي، يعني باش تعرفوا بان هادشي راه يقدر يكون قريب منا وان شاء الله ما يكونش فينا حنايا وفي الناس اللي كنبغيوه وما بغيوه يكون في حتى شي واحد كاع، يعني بنادم يشبر الدار ديالو يشبر الوقايه ما يخرجش بزاف ويحافظ على راسو ويحافظ على عائلته ان شاء الله يا ربي. المهم انا يعني بوندون هاد الفيديو هذا حاولت نبارطاجي معكم وسي شنو وقع امبارح اليوم في بلجيكا، يعني اخر الاخبار ديال بلجيكا، وان شاء الله يا ربي تكونوا دائما مزيانين، وان شاء الله في واحد فيديو اخر يكون احسن من هذا، شي فيديو يكون فيه شي حاجه كتضحك ما يكونش هاد الموضوع هذا ان شاء الله. كنعطيكم واحد بوسه كبيره وان شاء الله شي فيديو اخر ولا كتاب. بيزو بيزو.